السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مدرس مساعد تمارا معتز، مدرسة مادة التصميم المعماري المرحلة الرابعة. أول شي نبدي، إذا نريد نشتغل على الحاسبة مشروعنا، بما أنه مشروعنا هو مشروع مستشفى تعليمي سعة 200 سرير، والآن إحنا نعتمد على التعليم الإلكتروني، فلابد أنه نكون على مستوى جيد في العمل على الحاسبة. من الأسئلة اللي وردتني من الطلبة، أول سؤال اللي هو كيف أعرف مواصفات حاسبتي، وهل إنه البرامج اللي أعمل عليها مناسبة أو لا. أول شغلة حتى أعرف مواصفات الحاسبة، أكتب دكس دياج هنا بالمكان الخاص بالبحث، فدكس دياج الاستياج، هذا راح يظهر لنا مواصفات، بعض مواصفات الحاسبة. فاحنا سوينا له بالرن دكس دياج ران كوماند، اوكي، فراح يظهر لنا هذا الكوماند. هاي انا مرتين ضغطت عليه، فظهرت لنا مثل ما واضح هنا على الشاشة المواصفات الخاصة بالحاسبة. شنو هاي المواصفات اللي احنا نشوفها؟ اول شيء هنا البروسيسور، شنو نوع البروسيسور اللي عندي؟ البروسيسور يمثل السرعة اللي تعمل بها هذه الحاسبة. احنا المعلومة العامة اللي احنا كنا نعرفها انه يقول له شنو حاسبتك، يقول له كور اي 3 كور اي 5 كور اي 7، بدون ان يعرف بقية المواصفات. احنا برامجنا تعتمد على مجموعة من المواصفات، ليس فقط على البروسيسور. البروسيسور فقط يختص بالسرعة او سرعة الاظهار، لكن اكو متغيرات اخرى مثلا الميموري، مثل الرام، كارت الشاشة VGA. هسه راح اشرحها. فاول شيء البروسيسور كور اي 7، اوكي، هاي اللي احنا نعرفها. شلون اعرف الجيل مال الحاسبة لهذا البروسيسور؟ يعني انا مثلا هنا مكتوب بروسيسور انتل كور اي 7، زين، هسه يا جيل رابع. شلون عرفت رابع؟ اول رقم بعد الشريحة يمثل لي جيل البروسيسور، هل هو جيل رابع، جيل خامس، جيل ثامن، وحتى هسه موجود بالسوق الجيل العاشر. الميموري او الرام، اكو ميموري واكو رام. الرام اللي هو هاي اللي واضح قدامنا، ميموري رام، خاصة بانه الذاكرة العشوائية بالحاسبة، انه امكانيتها انه تفتح اكثر من برنامج في وقت واحد، اكو 8 اكو 16، فهذه اوكي ما عندنا مشكلة بها، هاي تعتبر جيدة. ايضا هنا عندنا الديسبلاي، ديسبلاي شنو موجود عندنا، شنو نوعية كارت الشاشة اللي موجود. مثلا بالجيمينج لابتوبس اللي هسه متوفرة حاليا محليا، دا تجي الجيمينج لابتوبس بيها الانتل كارت شاشة، وكارت الشاشة الانفيديا ممتاز بالعمل. ولابد انه نعرف شنو الذاكرة الخاصة بكارت الشاشة اللي تتمثل بالفي جي اي، ايش قد، هل هي 4 جيجا، هل هي 6 جيجا، اوكي 4 و 6 هي جيدة. اوكي الريندر، هاي الريندر اللي هي الانفيديا، ايضا هذا كارت الشاشة. فهنا الجي تي اكس اوكي جيدة، جي تي اكس، واكو ار تي اكس، لكن هذه تكون اسعارها جدا غالية، جي تي اكس هي مناسبة بالنسبة لنا. اكو حاسبات ورك ستيشن اللي هي يعني خاصة بالعمل، يكون كارت الشاشة نوع كوادرو. كوادرو جيد بالنسبة للستيل فوتو، يعني اذا احنا نريد رندر يعني صورة ساكنة او ستيل فوتو بالثري دي ماكس، اوكي الكوادرو يعمل بشكل جيد وسريع. لكن اذا ردنا نستخدم برامج اخرى مثل اللوميان، او ردنا نستخدم انيميشن، الكوادرو راح يولد لي فيديو متقطع وغير جيد، فجي تي اكس هو افضل. اوكي بعد شنو عندنا هنا؟ عندنا هاي ديسبلاي ميموري 4 جيجا يعني، و 6 جيجا افضل اذا بالنسبه للحاسب 6 جيجا. ايضا بالنسبه للهارد، هاي نقطه مهمه، الهارد لابد ان يكون اس اس دي. هارد اكو مثلا الهارد مالتهم 1 تيرا فقط،
اكو هارد واحد تيرا زائد SSD، وبصف الاس اس دي اكو رقم اخر اللي هو مثلا 256 او 500، فلابد انه حاسبتنا يكون الاس اس دي مالتها 256 مينيمم زائد 1 تيرا، او ايش قد هي الذاكره مال الهارد على مود تستوعب الفايلات اللي عندنا وتكون نوعا ما سريعه وتمشي لنا الشغل مالتنا. فاذا اني الحاسبه مالتي حتى اعرفها انه هي مريحه من الان، ما اقصد انه بقيه الحاسبات ما تشتغل، لكن بطيئه وتعذبني بالنسبه للي يريد يشتري حاسبه جديده او يطور حاسبته او يريد يختبر انه هل حاسبته تخدمه او لا. هاي معلومات عامه بس حتى انه ما نظل تاهين وما نعرف. زين، هسه انتقل، هسه راح ابدي انتقل الى برنامج الرافيت وفقا لمجموعه الاسئله اللي اجتني. لمحة سريعة عن برنامج الريفت، انه كيف النزلة، النصبة. نروح الموقع شركة اوتوديسك، autodesk.com products. هنا نختار البرودكت اللي احنا نريده، الريفت 3ds max autocad اي اصدار اني اريده. انا اختاريت هنا الريفت. نفوت على download free trial، وبعدين راح نختار شنو الاصدار اللي احنا نريده. اوكي، فهنا مثلا نسوي لنا اكونت، هل اني student or teacher. اوكي، نروح للeducation community. بعد هنا system requirements اللي احنا يعني متوفرة عندنا، نسوي sign in ونختار الفيرجن مالتنا والoperating system، هل هو 32 بيت 64 بيت، واللانجوج اللي احنا نريده. هنا الفيرجن طبعا اكيد 2016 2017، ما اعرف هنا شنو الخيارات الموجودة بعد sign in. انا بالنسبة لي اختاريت 2017. تردون تختارون فيرجن اجدد، اوكي يعني هذا شيء خاص بكم. بعدها تجي رسالة اوكي من اوتوديسك، يعني هنا جتني على الايميل، خاصة بالمعلومات بالسيريال وغيرها، اوكي واللايسنس، فانه انتو تقدرون تدخلون هذه المعلومات. بالنسبة لي الفيرجن الخاص بال 2017، واني ايضا ممكن ارسلها لكم هذه المعلومات. نفتح برنامج الريفت بالبداية. هسه فتحنا برنامج الريفت المعماري 2017، مثل ما تلاحظون هنا مكتوب student version. راح تظهر لنا هذه الخيارات: open new construction template, architectural template, structural الى اخره. انا افضل نختار new. طبعا هنا اكو همين sample projects، ممكن انه انتم تفتحوها وتطلعون عليها وتشوفون تفاصيلها. فنبدي new، اكيد architectural template. اوكي، فتحنا هنا البرنامج. اول خطوة نبديها من نشتغل مشروع هو نروح نضبط الوحدات حتى لا يصير عندنا خطأ، يعني مشكلة اذا الوحدات خطأ. فنروح على مانج Project Units. Project Units هنا عندنا الوحدات اللي هي Imperial، فاحنا نحولها الى متريك. بالنسبة لللينكث اوكي feet and inches راح نحولها الى meters. ايش قد انه احنا مراتب، اكيد 2. السيمبل نختاره متر، ندوس اوكي. الاريا اوف كورس نفس الشيء، همين نحولها الى سكوير متر 2، نقول اوكي. البقية اذا نحتاجها نغيرها، ما نحتاجها تبقى كما هي، ندوس اوكي. زين، ثاني خطوة بالعمل هاي تنحفظ على الغيب. هنا عندنا بالبروجكت براوزر اكو هنا elevations، اكو east, north, west, south، وفوقها الفلور بلانز level 1 level 2 سايت. زين، هذا تمثل لي عدد الطوابق او اسماء الطوابق اللي هنا مذكوره. هنا الليفلز اللي موجوده، مشروع كم طابق وش قد اريد اغير به، هذا مهم. والتسميات اللي هنا هل ممكن تتغير او لا؟ اولا بالنسبه للتسميات اكيد ممكن تتغير، مجرد اني اضغط عليه رايت كليك رينيم، انا ممكن اسوي جراوند فلور بلان.
ground floor plan. دوس اوكي. فهسه هل ممكن انه احنا نغير؟ اكيد نغير. يس تغير الاسم. زين اذا نروح احنا بالواجهات الانوفيشنز اي وحدة نختار؟ ايست نورث ويست، اي وحدة نختار بهم؟ هنا ايضا تغير اسم الطابق وفقا للتغيير اللي احدثناه هنا، وهذا نفس الشيء بالنسبة لبقية الليفلز. هنا مثلا هنا هذا الليفل ممكن اني من هنا اغير اسمه، اوكي، فاسوي first floor plan. هذا الموضوع مهم ليش؟ لانه احنا لابد ان ننظم عملنا حتى يطلع تصميمنا صحيح ومنظم. زين هسه بالنسبه لي هذا الفرق بين الليفل 1 والليفل 2 او الجراوند فلور بلان والفيرست، شيء مثل يمثل الارتفاع الخاص بالطابق الارضي، هل هو ارتفاع صافي، هل هو لا من السنتر للسنتر، اوكي، هاي حسب شغلنا شو راح يكون. هنا مثلا الارتفاع 3.48، فاحنا ممكن نغير نسوي 4، ممكن نسوي 3، ممكن نسوي 2، كيفنا حسب الاحتياج اللي احنا نريده. بالنسبة لمشروعنا المستشفى نشتغل على الاستندارات اللي احنا استنتجناها بدراسات الوظيفية، ما راح اعطيكم اياها هسه، هسه نركز على موضوع كيف نستخدم البرنامج بشكل صحيح ونطلع شغل صحيح بدون اخطاء. هل هو طابق واحد كافي؟ لا اكيد غير كافي. فنروح هنا على الاركتكتشر، نختار ليفل، اوكي، نضيف حتى نضيف ليفل اخر، ممكن من هنا نحدد الارتفاع. شوفوا هنا شلون يتغير، بما انه انا دا احرك الماوس هنا دا يتغير عند القيم، حتى لو ضغطنا بشكل عشوائي بهالطريقة ومدينا الليفل مالتنا، اوكي، ندوس اسكيب. هذا ايضا ممكن يتغير اسمه ونسميه سكند، نقول يس. هذا هو السجن مالتنا. هل ممكن انه اني اغير الارتفاع؟ اكيد ممكن اغير، مجرد انه اني اضغط عليه او اضغط على القبلة هنا ممكن اني اغير الارتفاع الخاص بالطابق، لكن راح يتغير هنا الارتفاع. ف من البداية ممكن انه اني احرك الشغل مالتي بطريقة انه حتى يضبط الارتفاع بشكل صحيح، اوكي، 3.6 ممكن 3 تضبط بشكل صحيح حتى لا يأثر لي على ارتفاع الطابق اللي أسفله وما نبقى احنا محتارين. اكيد هذا ممكن اني احركه حتى يكون موازي لبقية الليفلز. بالبلان نفس الشيء، نشتغل على السنتر لاين، بس بالنسبة للجريد كلش مهمة خاصة بالمستشفى احنا الموديول عندنا جدا مهم، الموديول 7.2 جدا مهم بالمستشفى، واكيد 1.2 بالنسبة للحمامات الصغيرة، بالنسبة لغرف الخدمة 7.2 مهم اكيد بالنسبة لتقسيم الفضاءات والفضاءات الواسعة. اي اكيد عندكم استنتاج بالدراسات للموجولز اللي انتم راح تعتمدوها بالمستشفى 3.6 4.8 وغيرها من الموجولز. زين هسه بعد هذه المرحله شنو راح نشوف؟ راح نشوف اكو هنا تغيير، نضاف لنا سكند بالفلور بلانز اللي موجوده عندنا بالنسبه للطوابق. اول خطوه احنا نبديها بالجراوند. بالجراوند احنا شرح نرسم هنا، اكيد احنا عندنا ارضية بالمشروع مالتنا، بقدر ارتفاع الارضية الستيبس، هاي كلش مهمة انه احنا نحددها من هاي اللحظة حتى لا تطلع عندنا اخطاء لا بالبلان ولا بالثري دي ولا بالنسبة للارتفاعات. هسه بالنسبة لبرنامج الكاد، عرفنا هسه برنامج الريفت شلون نبدي اول خطوة حتى نشتغل بمشروعنا. هسه بالنسبة للي يشتغلون اوتوكاد، اوكي، انا بالنسبة لي منصب الاوتوكاد 2019، ايضا انتو تقدرون تفوتون على موقع اوتوديسك من الفري سوفتوير، تفوتون على الاوتوكاد تسوون ساين ان، اوكي، او تسوون كرييت اكونت كيفكم، اوكي، تاخذون فري ترايل وتملون المعلومات الخاصة بي، تختارون الازرار اللي انتو تريدو وتبلشون شغل بي عادي، نصبو تبلشون شغل. ندوس على الايكون اكيد نفتح البرنامج، هذا هو البرنامج. ايضا نفسنا نفكر بالريفت نفكر بالاوتوكاد، يعني اول خطوة مهمة بالعمل هي ضبط الوحدات.
مين نسوي ضبط الوحدات؟ نروح على هالإشارة المكتوب عليها A. Drawing Utilities نختار ال Units. أيضا هنا شنو؟ Decimal. Decimal degree بالنسبة للأنجل، Decimal بالنسبة للLength. أوكي ماكو مشكلة، Decimal نبقى عليها. هنا نختار مرتبتين. أوكي الإنجز نبدلها إلى Meters، فوين الميترز؟ هي الميترز. اوكي البقية من العبي هنا أنا اكيد انه احنا دسمة، وخليها دسمة ماكو مشكلة. اوكي وهاي المراتب دوس اوكي. هاي اول خطوة بالاوتوكاد. ضروري ما ننسى بالنسبة للاوتوكاد بالنسبة للريفت نحفظ الملف، لانه احتمال مثلا ينضرب الشغل، تعلق، تقطع الحاسبة، فليش حرامات جهدنا يروح هدر؟ صح اكو ريكفري بالبرامج ويسوي اوتو سيف ماكو مشكلة، بس لابد انه احنا نستخدم اعاز السيف از سواء بالاوتوكاد سواء بالريفت، فنسوي سيف از دراوينج. اوكي ونختار المكان وين احنا نريد بالحاسبة مالتنا نسميه. هنا ضروري ضروري هاي معلومة لازم تعرفوها، احنا مرات اصداراتنا للاوتوكاد تكون حديثة، لكن من نريد نحولها الى اصدار اقدم او نروح نسحب عند مكتب معين، الاصدار مال الاوتوكاد مالته اقدم، فهذا الاصدار ما راح يفتح الملف مالتنا، وش قد يصير احراج من احنا حاطيه على الفلاش وما جايبين لابتوبنا ويانا. فضروري اذا كان الاصدار الحاسبه اللي راح احول بيها شغلي اوتوكاد اقدم، لابد انه اني اسيبه باصدار اقدم اوكي حتى لا يكون احراج. فاكو هنا اوتوكاد 2013، اكو 2000، 2004، 2007، 2010 حسب الاصدار اللي انا راح احول عليه. هذه بالنسبه للدي دبليو جي. لي جوا اكو دي اكس اف، احيانا عملنا ينضرب يعني تصير بي مشاكل، تبدي تظهر لنا مسجز على الاوتوكاد، وخاصة بالاصدارات القديمة اللي يشتغل على اصدار قديم يفتهم اني عن شنو راح احكي. فنقدر نسيب الفايل عفو دي اكس اف، ومن ثم نرجع نفتحه مرة ثانية كدي دبليو جي. ايضا راح يعني تختفي كثير من مشاكل الاوتوكاد، خاصة من ندخل هواية بلوكات لمشروعنا راح يعني تسبب لنا مشاكل بالعمل. اوكي سيبنا مثلا المشروع مالتنا، اوكي نسمي اسم معين وندوس سيف. بعدها نبدي بالعمل. اكيد احنا بما انه راح نشتغل على موديول نبدي بالشبكه. اوكي من الامور المهمه والضروريه اللي لازم نعرفها بالاوتوكاد هو موضوع اللايرز. اللايرز اللي هنا أنا مثلا من نضغط على هذا السهم تظهر لنا مجموعه من اللايرز، اذا احنا مشتغلين على مجموعه من اللايرز. هنا أنا حاليا تظهر لنا لاير وحده لان احنا فاتحين ديفولت. فشلون اطلع اللايرز؟ اكيد LA Enter. LA Enter. اوكي ظهرنا هذا الدايلوج بوكس اللي هو ممكن انه احنا نسوي كرييت لنيو لايرز. نضغط على كرييت نيو لاير، اوكي اور نيو لاير Alt زائد N اللي هو الاختصار مالته بالنسبه للي يحبون يشتغلون على الاختصارات. لاير 1 ممكن انه نسموها يلو، بلاك، ريد، ويندوز، دورز، حسب انه انتم شنو تريدون تصنفون العمل مالتكم، اور سنتر لاينز. اوكي ممكن هنا نبدل الكلر مالتنا بلاك، وايت، ريد، اوكي اورنج، كيفنا شنو اللون اللي احنا نريد نشتغل عليه باللاير مالتنا. كونتينيوس شنو نوع اللاين تايب مالته. دائما اكو شيء يسوون يضغطون على هذا الزر يظهر لنا اللاين تايب، يظهر لنا فقط الكونتينيوس ويقول ماكو بقيه الانواع اللاينز. لا احنا مجرد ما نضغط على اللود راح يظهر لنا بانش من اللاينز او مجموعه من الخطوط اللي هي ممكن نحن نشتغل على اساسها. مثلا اكو خطوط المي البار، خطوط المي الحار، سنتر لاين بشكل عام. فاحنا على شنو نختار؟ نختار هذا السنتر، نختار هذا السنتر. اوكي وندوس اوكي. بعدها هو هنا هو حمل اللاين اللي انا اخترته السنتر، بس تلاحظون ان هو ما مسلكه، فاحنا نسلكه اوكي لللاين اللي احنا سويناه على لود وندوس اوكي. بعدها اللاين ويت. لاين ويت اكيد هنا اللاين ويت الخاص بعملنا هذا 25 مليم. اوكي 50 الى اخره من اللاين ويتس اللي موجوده، بقيها مغير هذا الشيء تبع شغلنا. زين لحد الان اللاير اللي احنا سويناها لها كرييشن ما تفعلت، بدليل اذا احنا هسه خلينا نسد الدايلوج بوكس مالتنا اسكيب همين ندوس نسد كلوز، نجي نشتغل باللاين اما ال انتر
اوكي يتفعل عند اللاين او سكيب. خلينا نشوف هنا ممكن اللي ما يحب يستخدم اختصارات يضغط على لاين هنا. اوكي يضغط اول نقطة ويسوي دراوينج. تلاحظون ان الخط عشوائي، فضروري بالنسبة للي شغله متعامد يفعل الاورثو اورثوغونال يعني متعامد. اما F8 بالنسبة للي يحب اختصارات، شوفوا الخط، الخط مقيد انه فقط بالاتجاهات المتعامدة. او هنا مثل ما تلاحظون، خلي اسوي سكيب هنا، هذا الرسم اللي هو مرسوم عليه الزاوية 90، اما نفعله او نسده. ايضا من الملاحظات المهمة بالاوتوكاد هي السنابس، السنابس اللي احنا نشتغل عليها اختصارها F9 إذا أريد أفعلها أو أغلقها، F10 إذا أريد أفعل البولر أو أغلقه، وهكذا من الاختصارات F8 أو F8 بالنسبة للأورثو مثل ما قلت لكم. هنا السنابس إذا ضغطت على السهم هذا الصغير راح يطلع لنا السناب سيتنجز. أكيد إحنا نريد نشتغل على الأوبجكت سناب، هل انه احنا نريد نفعلها كلها او نلغيها كلها، فاما clear all انه احنا اريد فقط ال end point او فقط ال mid point او سوية، او انه اريد كلهم، يعني كلهم اريدهم يشتغلون عندي حتى يسهلوني العمل. اوكي هسه هاي لحد الان هاي ملاحظات مهمة حتى كيف ابدي مشروعي. بالنسبة للبرنامج 3ds max نفس الشي، اروح على موقع autodesk.com، اختار الفري سوفت وير 3ds max، اسوي ساين ان او كرييت اكونت، واختار الاصدار اللي انا اريده او اشتغل عليه، واختار اللي هو ستودنت فيرجن او تيتشر، واخذ هذه النسخه التعليميه حتى اشتغل عليها. بعد ما افتح 3ds max راح يطلع لي دايلوج بوكس موجود بالسامبل بروجكتس اللي هي المشاريع اللي هي تجي ديفولت ويا البرنامج فقط انه حتى نستكشفها، او الريسنت فايلز اللي اني اخر شيء فتحتها. اوكي سوي لها كلوز ماكو مشكله. اول خطوه بالعمل مهمه جدا. هسه احنا بالريفت وبالاوتوكاد ضبطنا الوحدات، بالماكس اقول لك قبل لا تضبط الوحدات اكو خطوه ايضا مهمه اللي هي تروح على كاستمايز كونفيجر يوزر باثس. شنو هذه؟ هذه تحدد انه وين ينخزن مشروعك مع مساراته. ممكن انه هو الماكس يحدد لك باي ديفولت الدوكيومنتس، او انه انت لازم تغيره، هو افضل انه تغيره حتى تحدد وين ينخزن الاوتو باك، وين الماتيريال لايبراريز، السينز مالتك وين انه انت تخزنها. هو اوتوماتيك راح يفتح لك مجموعه من الفولدرات بالمكان اللي انت تختاره حتى تخزن المعلومات الخاصه بهذا السين على وجه التحديد. فاختار اي مكان من يعني بالحاسبة مالتي. اوكي واضغط اوكي. الوحدات الان كاستمايز يون سيت اب متريك، يعني اوكي مضبطة على الميترز، جدا مهم اضبط الوحدات. سألوني سؤال انه اني من ندخل البلوكات الجاهزة الخاصة بالاثاث والاشجار وغيرها وغيرها ما تطلع بالمقياس الصحيح؟ طبعا اكيد، لانه احنا مشروعنا لابد انه نضبط وحداته قبل ما نبدي شغل حتى لا يصير عندنا فرق بالوحدات ويصير عندنا مشاكل. دوس اوكي، نسيف السين مالتنا كنترول اس. اوكي احنا من راح ندوس كنترول اس اور سيف من هنا ندوس نضغط على ال 3 اوكي سيف. اوكي هو اوتوماتيك راح يخزن لي بالسينز اللي اني اختاريته بالباث اللي حددته يعني بالنسبة لي بالدوكيومنتس، فهو راح يسيف لي بفولدر اسمه سينز. ايضا يعني من الملاحظات المهمه او يعني وردني سؤال انه شنو الريندر انجن اللي اني اشتغله او اشتغل عليه. اكو لابد يعني انه نعرف معلومه، اكو ريندر انجنز تجي ويا 3ds max باي ديفولت، يعني اني بس انا خاصه الاصدارات الجديده 2017 وفوق او جزء حتى من 2015 موجود عندي الاي راي انفيديا اي راي، موجود عندي الارت ريندرر، موجود عندي السكالين هذا اللي هو الديفولت الاولي، والمينتر راي هذه تجي هي ويا البرنامج. بمجرد انه احنا ننصب البرنامج ونفعله اوتوماتيك
اوتوماتيك اللي راح تتنصب وياه. خلينا نلقي نظرة على جودة هذه الريندر انجنز. فإذا سوينا شوية سيرش بسيط بالجوجل بالنسبة للارت ريندرر، شوفوا الاوتبوت مالته، شوفوا مستوى الريندر مالته، هل هو هذا مرضي بالنسبة لنا او لا. انا اعتقد زين، خاصة بالنسبة للاصدارات الجديدة دا احس انه المستوى جيد، واكيد اكو افضل بعد من هذه النتائج اللي احنا دا نشوفها. شوفوا هذه السيارة شلون تفاصيلها جميلة وتبدو حقيقية، هذا المشروع وغيرها وغيرها. كل ما نبحث أكثر أكيد راح تظهر لنا نتائج أجمل. أرنولد ريندرر أيضا هذا ريندر إنجين يجي ديفولت ويا البرنامج. إذا نلاحظ هنا هذه الصورة، شوفوا هذا مستوى الريندر مالته، فكلش جميل هذا المستوى وحلو إذا اشتغلنا به بالإكستيرير أو الإنتيرير، ده حس مستوى كلش زين. ايضا نقطة مهمة، هو مو الريندر انجن اللي يخلي شغلنا يبين حقيقي او واقعي، لا، هو اولا المقياس الصحيح يخلي شغلنا يبين حقيقي، ثانيا مستوى التفاصيل اللي موجودة بعملنا، كل ما تقترب من الواقع كل ما مشروعنا راح يكون اقوى واقرب للحقيقي. ثالثا التفاصيل، ضروري ان تكون موجودة التفاصيل كلها وبعناية نشتغلها، يعني تكون واقعية اكثر، فاكيد مشروعنا راح يكون اكثر واقعية. اوكي، ايضا من الريندر انجنز اللي هي تجي ديفولت ويا البرنامج، هنا عندنا الانفيديا اي راي ايضا ديفولت ويا البرنامج. شوفوا المستوى مال الريندر مالته ايش قد حقيقي وايش قد حلو، وما نهمل ملاحظة انه التفاصيل هنا موجودة اقرب للواقع حقيقية. يعني احنا شلون نعرف مشروعنا راح يطلع حقيقي وجيد؟ بالفيوبورت، احنا نشتغل التفاصيل هو يبين حقيقي، وكأنه احنا طاقين له صورة اسود وابيض، شلون ما نريد نتخيلها، بس احنا اكيد يصير عندنا تصور اذا كان مشروعنا راح يبدو حقيقي او لا. ايضا المينتر راي ايضا من الانجنز القديمه موجوده عندنا. شوفوا هنا نسوي لنا فرق بين المينتر راي والفي راي. الفي راي هذا لا، هذا رندر انجن يكون بلاجن، يعني ملحق النصبه واحد بال 3 دي اس ماكس، ما يجي باي ديفولت. شوفوا اكو تقارب بين المينتر راي والاي راي، ويجوز لو شخص نفسه كان بروفيشنال اكثر كان وصل لهذه المرحله بالمينتر راي وصارت اقرب بعد للفي راي، فكلش زين هذا المستوى وما يثقل الحاسب بالنسبه للاشخاص اللي حاسبتهم بعد ما تتحمل انه ينصبون برامج اكثر. هذا راح يكون خيار جيد، اللي المينتر راي يعطيني نتائج حقيقيه وجيده. هنا برنامج المايا، لكن هنا الريندر نفسه المينتر راي كلش نشوف النتيجه مالته جيده، وهكذا. يعني اكيد انه احنا راح نشوف امكانيات البرنامج. شوفوا هذا بالاكستيرير ايش قد لطيف، شوفوا هنا كلش مستوى عالي وجيد. الفي راي بالنسبة للي يحبون يرندرون في راي وينصبون البلاجنز، واكو باي ذا واي يعني غير البلاجنز، اكو في راي، اكو كورونا، اكو افستورم وغيرها وغيرها من الرندر انجنز اللي هي ملحقة بال 3 دي اس ماكس، وتعطيني ايضا نتائج جيدة حسب اختيار الشخص. شخص يختار الديفولت او البلاجنز هي مو مهمة، قد ما انه مهم انه انت تضبط المقياس والتفاصيل بصورة صحيحة، وتضبط نفس الريندر انجن شقد انه انت تبدع بيه وشقد انه انت تحققه راح توصل لنتيجة افضل. هذه هنا نتيجة من نتائج الفي راي اعتقد جيدة، وانتو همين تقدرون تسوون بحث صوري حتى يعني مثلا اذا تريدون تقتنعون اكثر انتو سووا بحث صوري وشوفوا امكانيات البرنامج والريندر انجن. اوكي، بالنسبة لي اذا احنا نريد نسوي او ندخل بلوكات الى الـ 3 دي اس ماكس، اوكي نضغط على رقم 3، اكو امبورت. الامبورت اما امبورت بالنسبة للفايلات اللي هي مو 3 دي اس ماكس، او ميرج بالنسبة للاوبجكتس اللي هي 3 دي اس ماكس، اكيد انه احنا نسوي ميرج ويدخل البلوك بالبرنامج. واكو طريقة ثانية واسهل واسرع، انه انا مثلا عندي هنا فولدر، اضغط على الفولدر شنو موجود عندي. اوكي، عندي هنا مثلا يعني مجموعة من البلوكات داخل هذا الفولدر، افتحه ومجرد اسوي دراج
وادخل لي المشروع مالتي هنا. اوكي راح راسا يصير له انسرت. زين ايضا من الاسئله اللي اجتني انه مثلا من نسوي انسرت للاوبجكت ما يظهر الماتيريال مالته. طبعا لانه لابد انه اني اعرف المسار الخاص بالاوبجكت اللي اني ادخله للماكس. فمثلا ادوس كاستمايز كونفيجر يوزر باث نفس اللي بدينا بها المحاضرة، لكن اكو هنا زر اخر اللي هو external files اللي اني من اريد ادخل فايلات من مصدر خارجي او غير فولدر عدا المسار اللي اني دا اشتغل عليه، اضغط على external files واسوي add واسوي configure واستخدم الباث use path اوكي ادوس use path وبعدين اضغط على اوكي. هذا كان كل شيء فيما يخص المحاضرة الأولى وكيف نبدي بالعمل. إن شاء الله تكونون استفاديتوا من هذه الملاحظات، وإن شاء الله أكون جاوبت على أسئلتكم. في أمان الله.